بغض النظر عن موضوع وجود الحدود المشتركة بين دولنا العربية، وبغض النظر كذلك عن موضوع اختلاف الأنظمة إن كانت ملكية أو جمهورية، راح أحاول معاكم الإجابة على سؤال افتراضي طرحته على شكل تصويت للمتابعين لاختيار دولتين من ضمن 5 اختيارات للإجابة على التغييرات اللي بتصير في حال اتحاد دولة عربية في قارة آسيا مع دولة عربية في قارة أفريقيا. وحصل اتحاد الإمارات والمغرب على أعلى نسبة تصويت، وهي 38% من إجمالي 8200 صوت. فاليوم راح نعرف شنهي المراكز العربية والإقليمية والعالمية اللي راح يحققها اتحاد الإمارات والمغرب في مجالات مختلفة. الحلقة مليئة بالأرقام وإن شاء الله أنها تعجبكم، وفي حلقات كثيرة سويتها عن الإمارات والمغرب راح أخلي لكم روابطها في التعليقات. أتمنى منكم متابعة الحلقة إلى النهاية، ولكم جزيل الشكر. أعطى سيارتي هيبة العلم المغربي، أعطى سيارتي هيبة وقيمة وقدر. من مشيخات وإمارات متفرقة إلى واحدة من أنجح النظم الاتحادية في العالم العربي والعالم، وفي 50 سنة فقط تحولت من دولة في بيئة صحراوية تفتقر لأدنى مقومات النماء والحداثة إلى دولة يضرب فيها المثل الآن عالميا في التطور والتنمية والجمال الإنساني والمادي. في البداية خلونا نسوي مقارنة بسيطة بين الدولتين ونعرف بعض المعلومات السريعة. المسافة الجغرافية بين الإمارات والمغرب تقريبا 7422 كيلومتر. نظام الحكم في الإمارات أشبه بنظام ملكي اتحادي، وفي المغرب نظام ملكي. الرئيس الحالي لدولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس الحالي للمغرب الملك محمد السادس. العملة في الإمارات الدرهم الإماراتي، وفي المغرب الدرهم المغربي. استقلت الإمارات بشكل كامل في 2 ديسمبر عام 1971، وهو نفس اليوم اللي تم فيه إعلان تأسيس الدولة الاتحادية. واستقل المغرب بشكل كامل في 18 نوفمبر عام 1966. إداريا تنقسم الإمارات إلى 7 إمارات، كل إمارة تضم مجموعة من المدن. أما المغرب فينقسم إلى 12 جهة، وكل جهة تضم مجموعة من الأقاليم والمدن. عاصمة الإمارات أبوظبي، وعاصمة المغرب الرباط. أشهر مدن الإمارات عالميا مدينة دبي، وأشهر مدن المغرب عالميا مراكش. أعلى ارتفاع طبيعي في الإمارات لقمة جبل جيس في رأس الخيمة، بارتفاع يصل إلى 1934 متر فوق سطح البحر. أما أعلى ارتفاع طبيعي في المغرب فلقمة جبل توبقال في سلسلة جبال الأطلس، بارتفاع يصل إلى 4167 متر فوق سطح البحر، وهي أعلى قمة في أفريقيا والعالم العربي. عدد مواقع التراث العالمي في الإمارات موقع واحد، وأما المغرب فعددها 9 مواقع. أبرز مصادر الدخل للاقتصاد الوطني في الإمارات النفط والسياحة والخدمات وبعض الصناعات، وأما في المغرب فأبرز مصادر دخل الاقتصاد الوطني السياحة والزراعة والخدمات وبعض الصناعات. ومن بعد هالمقارنة البسيطة ننتقل للإجابة على السؤال الأساسي للحلقة عن اتحاد الإمارات والمغرب، وراح أتكلم في 4 محاور رئيسية. أولها محور المساحة. مساحة الإمارات قبل اتحادها مع المغرب 83,600 كيلومتر مربع، وهي في المرتبة 15 عربيا و33 آسيويا و116 عالميا. أما مساحة المغرب 710,850 كيلومتر مربع، وهي في المرتبة 7 عربيا و18 أفريقيا و58 عالميا. وبعد الاتحاد راح تكون مساحة الدولة الجديدة 794,450 كيلومتر مربع، وبتحتل المرتبة 7 عربيا و40 عالميا. في محور عدد السكان فيبلغ عددهم قبل الاتحاد في الإمارات 9,891,000 نسمة، وتحتل الإمارات المرتبة 12 عربيا و29 آسيويا و93 عالميا. أما عدد سكان المغرب 36,911,000 نسمة، ويحتل المرتبة 5 عربيا و11 أفريقيا و40 عالميا. وبعد الاتحاد راح يكون عدد سكان الدولة الجديدة 46,802,000 نسمة تقريبا، وراح تحتل المرتبة 2 عربيا بعد مصر، وعالميا في المرتبة 30. ترتيب الإمارات في القوة العسكرية الإجمالية في المرتبة 5 عربيا و21 آسيويا و56 عالميا. أما المغرب فيأتي في المرتبة 4 عربيا والسابعة أفريقيا و61 عالميا. والقوة العسكرية بحسب موقع جلوبال فاير باور فيها تصنيفات كثيرة، لكن لو ناخذ على سبيل المثال عدد الجنود في الدولتين وميزانية الانفاق العسكري لكل دولة، راح تكون النتائج كالتالي. عدد جنود الجيش الإماراتي النشطين قبل الاتحاد 65,000 جندي، وعدد جنود الجيش المغربي النشطين 200,000 جندي، وعند الاتحاد يصبح مجموع جنود الدولة الجديدة 265,000 جندي، وراح يخليها في هذا التصنيف
التصنيف بالمرتبة الثانية عربياً وال17 عالمياً. أما في الإنفاق العسكري فجاءت الإمارات في المرتبة الثانية عربياً والسابعة آسيوياً وال15 عالمياً ب 25 مليار و266 مليار دولار سنوياً. أما المغرب فجاء في المرتبة ال14 عربياً والتاسع أفريقياً وال80 عالمياً بمليار و39 مليون دولار سنوياً. وبجمع ميزانية الدولة الجديدة فراح يكون 26 مليار و305 مليون دولار سنوياً، وبتحتل المرتبة الثانية عربياً وال14 عالمياً. اقتصادياً الإمارات والمغرب مثل ما ذكرت في فقرة المقارنات عندهم مصادر دخل متعددة، ورغم أن الناتج الإجمالي للإمارات أكثر من ثلاثة أضعاف الناتج الإجمالي للمغرب، لكن المغرب يمتلك أمور كثيرة تفتقدها الإمارات لو استغلها بشكل صحيح، وراح يقفز الناتج الإجمالي للمغرب إلى مستويات عالية. أهمها توافر الأراضي الصالحة للزراعة وهو مصدر يدر المليارات على خزينة بعض الدول. ثانياً المغرب يمتلك بيئة سياحية طبيعية تضاهي أكبر البلدان السياحية في العالم، لا من حيث الأماكن ولا حتى من حيث الأجواء. ثالثاً فارق عدد السكان للمغرب راح يلعب دور كبير في التنمية وكمية الإنتاج، بالذات لو توفر تعليم قوي ومعاهد للتدريب المهني وابتعاث للطلبة الموهوبين والمتفوقين. وطبيعي إن كل ما كان عدد السكان كبير في أي دولة فمعيار التنافس راح يزيد، وبالتالي راح تتوفر الأعداد المناسبة من الأيدي العاملة للشغل الوظيفة المناسبة للشخص المناسب. والعكس صحيح تماماً، الإمارات تمتلك أمور يفتقدها المغرب، أهمها الثروات الطبيعية وعلى رأسها النفط، واللي كان سبب فعال من بعد الله في تطور الإمارات ونهضتها في مختلف المجالات، إضافة إلى تميز الإمارات عالمياً وخصوصاً مدينة دبي في الاستثمار العقاري وسياحة الفنادق وجودة النظم الخدماتية. فتقريباً اللي ينقص الإمارات موجود في المغرب، ومع الاتحاد بينهم راح يشكلون قوة اقتصادية عالمية صاعدة ومنافسة. في قطاع السياحة مثلاً ترتيب الإمارات عربياً في المركز الأول وعالمياً في المركز 26 ب 16 مليون و700 ألف سائح إلى الربع الأول من سنة 2023. وأما المغرب فعربياً حل في المركز الثالث وال33 عالمياً بعدد 12 مليون و900 ألف سائح في نفس الفترة. ولو جمعنا عدد السياح في الدولتين بيوصل إلى 29 مليون و600 ألف سائح سنوياً، وراح تكون الدولة الجديدة الأولى عربياً بدون منافس وال14 على مستوى العالم. ولو ناخذ الناتج الإجمالي للدولتين على الوضع الحالي فالإمارات جاءت في المرتبة الثالثة عربياً وال35 عالمياً ب 427 مليار و930 مليون دولار. أما المغرب فحل في المرتبة الثامنة عربياً وال60 عالمياً ب 132 مليار و645 مليون دولار سنوياً. وبجمع الناتج الإجمالي للدولتين راح يصير 560 مليار و575 مليون دولار سنوياً، وراح تحتل الدولة الجديدة المركز الثاني عربياً بعد السعودية وعالمياً في المرتبة 27 بحسب إحصائية 2022. في الختام الغرض من هالسلسلة إبراز نقاط القوة اللي تتمتع فيها دولنا العربية ومحاولة متواضعة للتقريب بين الشعوب ووجهات النظر بطريقة افتراضية، وأكيد في معلومات كثيرة وتفاصيل أعمق كان ممكن التطرق لها، لكن لعدة اعتبارات تتعلق بالوقت وعشان ما حد منكم يمل ركزت على المحاور الرئيسية اللي ذكرتها، وسبق وسويت حلقة عظيمة جدا تجيبكم عن ماذا لو اتحدت الدول العربية. راح أخلي لكم مقطع منها وأتمنى تتفاعلوا معها، لأني ذكرت فيها تنبؤ راح يصدمكم بالواقع المرير اللي تعيشه دولنا العربية. ومثل ما قلت في منشور التصويت بأنه في حال لو نجحت هالحلقة وخذت حقها من الاهتمام والتفاعل راح أتكلم في الحلقة القادمة عن اتحاد المملكة العربية السعودية والجمهورية الجزائرية. وكالعادة اللي شاف الحلقة من بدايتها إلى هذا الوقت يكتب في التعليقات تم يا محصول. أشوفكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.